طبيب جراح قلوب الناس نداويها، هي دي ببساطة مهمتنا النهاردة. الحب السبب اللي يدوقك أحلى وأمتع وقت، وهو نفسه اللي يوجعك أصعب وجع. وما تقوليش لأ، أكبر وجع هو الموت، مش حقيقي. وجع القلب فقط هو أكبر حزن وألم ممكن يوجع أي حد فينا في الحياة. وجع القلب ممكن يكسرك، يوقف لك عقارب ساعة حياتك عند لحظة. لحظة مفيش حاجة بعدها بترجع طبيعية زي ما كانت. تخسر اللي بتحبه، فكل فرحة بعد خسارتك دي تكون ناقصة. لو دورنا على تجسيد لوجع الحب هنلاقي كلمة السر، الفراق. ولو بحثنا أكتر هنلاقي إن الفراق ده أنواع، بس أياً كان نوعه هنلاقيه هو البطل وراء أعمق أحزاننا وانكساراتنا. مهمة النهاردة بمناسبة الفالنتاين، هنحاول نداوي آلام بعض المحبين، ونحاول نرجع لهم اللي بيحبوهم. هنقابل ناس من كتر حبهم ممكن يكون مسيطر عليهم هواجس، خيالات، مسكن، أهو أي حاجة توقف نزيف الألم ده. وناس كل حياتها بقت مربوطة بصورة، صورة قديمة محتاجة عالم بيولوجيا يرجع صاحب الصورة دي للحياة يعيش بينا. وناس تانية هيموتوا من الندم لأنهم السبب في الفقد. مهمة النهاردة لتخفيف أكبر ألم في الكون ممكن يصاب بيه أي شخص. النهاردة هنلعب دور كيوبيد، ونحاول نكون ملائكة الحب اللي توصل الأحبة لبعض. روميو الحلقة راجل خمسيناتي العمر سبعيناتي الذوق، جواهرجي كبير قديم من أقدم وأنجح وأغنى جواهرجية وسط البلد بعمراتها الأوروبية الطراز، بيواجه أقصى نوع من أنواع الوجع. كلمني الراجل على تليفوني في عز الليل، قال لي بحبها ونفسي ترجع لي. مين دي؟ قال لي كلام من وجعه خلاني أسيب شغلي كله واخد واحد من أغلى وأحب زمايلي لقلبي ونجري جري عليه. وإحنا في العربية كان عندنا شك في اللي تقلنا ده، قصة حب تتكتب من كبرها. من غرابة اللي سمعناه كنا شاكين إن الراجل ده فعلا موجود في الدنيا. معقول في شخص كده؟ من ندرته حبينا نوثق اللحظة، لأن غرابة اللي سمعناه واللي تقلنا كنا فاكرينه فخ، وإنه حد ممكن يكون عايز يجيبني بس. لأن لو فعلا الشخص ده الجواهرجي المشهور ده، صعب جدا يلجأ للإعلام عشان يقول مشكلة زي دي. إزاي قدر؟ تفتكروا فخ ومعمول فيا بهدف الأذية، وكل اللي سمعته ده مجرد تأليف؟ ولا في جواهرجي ولا في أي كلام من ده، وأنا رايحة كده دلوقتي في داهية. ممكن وبرضه رايحة. ايه رأيك بقى دلوقتي؟ يعني هل احنا ايه رايحين على ايه؟ والله كل السيناريوهات مفتوحة، وارد جدا يكون ده فخ مثلا، وارد برضو يكون قصة في منتهى الحب، مش عارف. ما قدرتش اقاوم اسمع التليفون اللي جالي ده بدون ما اروح اشوف صاحبه حقيقي ولا لا. تفتكر سهل على راجل انه يتصل ببرنامج على التلفزيون يقول لهم انا عايز مراتي؟ متخيلة شكله ايه؟ انا بتخيله راجل في الخمسين ممتلئ فاقد للحيوية. لا بالعكس، ممكن يكون يعني وسيم. اللي انا متأكدة منه انه هو وحيد، وحيد جدا بالرغم انه غني، اكيد لابس ذهب.
حسيت بإيه لما سمعت القصة لأول مرة؟ حسيت إن هو عايز يتكلم مع حد، بس مش أي حد، حد يكون هو حاسس إنه يقدر يحل له مشكلته. أنا مشتاق لعينيكي ومشتاق لك ومشتاق، وأنا لسه بقلبك وفي عز اليوم بكتب لك. الموقف ده خطري، فوجئت بمرات جدك ودخلت في أوضة ابني الكبير وقفلت على روح عند الطبيب ومش عارف أتعامل معاه. طبعا هي ست فاضلة جدا وست محترمة جدا فوق أي حاجة. أنت عادة بتقعد هنا؟ أه بصفة يومية. كل يوم؟ كل يوم. ما بتروحش البيت بقى بدري؟ ما تروح ليه؟ هروح ما فيش، الأطفال مش موجود. اه وبعدين بدأ يتخذ الموقف موقف قانوني. طبعا أصبح الموضوع إن أنا لو رحت هناك هكون بتهجم على شقة سكنية. ألو ألو. أيوه مساء الخير، أنا منى. ازيك يا استاذه هناء؟ انا منى عراقي. الله يخليك، انا هكلمك كمان 5 دقايق كده، بس انا قاعده في مكان هخرج عشان اكلمك براحتي. لو عايز الكولتو يدو سيجما. وقالوا سعيده في حياتها واصلة لكل أحد. ألو؟ وقالوا سعيدة في حياتها واصلة لكل أحلامها. جدا جدا. وأنت متبهدلة. ازيك عاملة إيه؟ ازيك أنت؟ والله محتاجاكي. أنا عارفة. من غير ما تقولي. محتاجاكي. لسه بنتي دلوقتي بتعيط، بقول لها اكيد ربنا بعتها لينا. قولي لي انت فين وانا اجيلك. يلا قدامك قد ايه؟ مسافه السكه 10 دقايق ولا حاجه كده. مبسوطه ان انا هشوفك يا حبيبتي. قابلته، طلع فعلا زي ما قال لي، راجل بيحب حب ما حدش يصدقه. ومن كتر وجعه كملت القصه معاه في نفس الليله. اتصلت بيها، رحت لها، قابلتها، اتكلمت معايا. الموقف معقد ما يتحكيش، بس بعد تفكير كتير عميق جدا قررنا نعرض قصة الحب بشكلها المجرد، بهدف نترجاها ونخليكم انتوا كمان تترجوها معانا. واحدة واحدة بقى من الأول، من قلب محله العريق في وسط البلد بعمراتها وناسها اللي شايلة أغلى وأحلى تاريخ من السبعينيات، نزل من عربيته قابلني في المكان اللي أغنى وأحلى ستات في مصر بيشتروا ذهبهم ومجوهراتهم منه. سألته، انت راجل ربنا اداه ذهب الماس فلوس شهرة، خيرته بين كل فلوسه وذهبه دول وبين اغلى ناس عنده، تفتكره اختار مين؟ انت هتتمنى دلوقتي ربنا ياخد فلوسك دي ويرجع لك عيلتك تاني؟ لا ربنا مش هياخد فلوس. انا ما تنزلش عن فلوسي ولا اي شيء، وعيلتي هترجع. وهترجع هترجع. ما بتحبكش يعني. أنا صاحب الشأن، أنا الآمر.
ولا يمكن حد يأمرني ولا يحكمني حد. بطلت هي تحبك هتعمل ايه؟ والله تركن على جنب، تخش في أي أوضة في الشقة وتقعد فيه. أي راجل بيقع في المشكلة دي أنا أتراهن إنه مش هيكمل أسبوع، يا إما يكون في العناية المركزة وبعدين يكتبوا له الورقة بقى البقاء لله، واخد بال حضرتك، يا إما يتجنن أو شبيه ذلك. أقسم بالله أنا بعد قصة الجواهر دي أنا اللي هتجنن أو شبيه ذلك. بقول لك إيه؟ بتحبها؟ بحبها هي زوجتي وأم أولادي وحبيبتي وحبي وغرامي، ولا يمكن أن أتنازل أبدا عن حبي وغرامي وأم أولادي. أنا رجل أعرف إزاي الحب، وأعرف أدافع عن زوجتي وأولادي حتى النفس الأخير. سمعت النفس الأخير دي؟ بالرغم من كم الحب ده إلا إنه ما يعرفش مراته وأولاده بعيد عنه ليه أو فين. دلوقتي عايشة لوحدها ولا مع حد؟ لا أنا ما عنديش أي معلومة عنها. ما تعرف؟ لا. فين ولادك؟ هي أخدتهم كان من 4 سنين ونص، فكان الولد الكبير كان عنده 14 وكسر، والبنت كان عندها 12 سنة، الولد الصغير كان عنده 7 سنين وشوية. من 4 سنين ونص وهو ما يعرفش حاجة لا عن مراته ولا عن أولاده التلاتة. بس بعد كم الحب والتمسك ده أكيد حاولت توصل ليهم والمكان؟ بحاول بكل الطرق، بل في حاجة عائق شديد جدا لدرجة أنا خدت واحد كان في عندي فراش هنا وأخدته على إن هما اللي جابوه شغلوه عندي، فرحت عندها هناك في البيت اللي هي قاعدة فيه حاليا وطلعت. أنا كنت بسمعها وكانت بتقول في الصالة اللي هي بتاع البيت، بتقول مالكمش دعوة لا بجوزي ولا بعيالي، واللي هيقرب منه هجيبه من مصارينه. لا هي متورطة هي، لكن هي مش وحشة، دي ست محترمة جدا كما قلت وست فاضلة. لكن انت شاكك ان هي في ورطة ما انت مش عارف ايه؟ لا انا مش شاكك، انا واثق ومتأكد تماما انها في ورطة، وقلت لوالدي هذا الكلام طبعا لان والدي كان اقرب الناس لي، ولكن هي مفروض تلتجئ لي وهي عارفة حجمي قد ايه. وقانون الدولة قانون فوق الجميع وكلنا تحت سقف القانون. صح. القانون طبعا لو انا رحت الشقه بتاعتها القانون ما بيسمحليش، كاني بتهجم على شقه سكنيه، برغم ان الست لو زعلانه بتروح عند اهلها. مثلا يعني لما بنقول الحاله اتحرقت دي، يعني مثلا راجل جاي من شغله تعبان وبتاع والاكله باظت بيتلكك لها يعني، فبتروح عند اهلها، انما الحاله ما اتحرقتش. اللي هي اللي اتحرقت. هي ليه ما رجعتش صحيح عند اهلها؟ ليه عايشه لوحدها؟ ما هو دي النقطه، مين اللي قال لها ما ترجعيش وما تخبوي؟ لو رجعتي هنعمل ونسوي، ممكن يكونوا الاطفال مهددين. فهي خايفه. خافت على جوزها وعلى اولادها. بالحرف. زوج بيقول على مراته هي متورطه، لكن هي مش وحشه، دي ست فاضله. الله، معناه ايه الكلام ده؟ وهي بتقول لمين في الصالة اللي يقرب لجوزي أو أولادي هجيبه منه؟ إيه؟ أول مرة كنت أسمع القصة دي كنا كالعادة قاعدين في المونتاج في القناة بنشتغل. أول ما سمعت القصة دي وأول ما سمعت إنها ممكن تكون في خطر ومضغوط عليها نزلنا جري، رحنا قابلنا أستاذ يسري وأخدنا رقم الأستاذة هناء مراته، كلمناها ردت علينا، طلبت منها قابلها فورا. فعلا برغم ان الوقت كان متاخر قابلتها، مش بس هي وابنها الكبير كورولوس. حكيت لي، ردت عليا، سيده فاضله اولادها متربيين كويس جدا، بس يا استاذ يسري المدام بتقول ان في مشكله في الفلوس اللي المفروض حضرتك تبعتها. حضرتك راجل مقتدر، بس هل انت بخيل؟ هو يا بتتكلم على الجانب المادي، الجانب المادي
لان انت ما بتصرفش عليها. ان انا ما بصرفش عليها. لا انا مش ممكن اطلع جنيه لواحد ما هواش ما تاخذنيش. لا اللي بيبتزاد مين؟ انت شاكك ان الفلوس دي ما بتروحش ليها؟ طبعا ولا لولادي. ولادي اللي كانوا قاعدين فوق السما في فوق السحاب ابص عليهم في الوضع ده ليه؟ ولادك اسمهم ايه؟ عندي كرولوس وكريستين وجوفاني. انا عايز اعرف هما بيصرفوا منين دلوقتي؟ الفلوس اللي عندي كلها بتزت من وراها. العربيتين، عربيه بي ام دبليو وعربيه سيراتو والالماس والرصيد بتاعها اللي انا كنت عامله. ودلوقتي اخر حاجه كانت الارض. الارض اتباعت بصوره ملتويه. طبعا مين ما وراء هذا الموضوع؟ دي ست ما تفهمش لا في قانون ولا في شيء. فمين اللي ورا الموضوع ده؟ الارض راحت. برغم اني دافعت عنها دفاع مميت وكل يعلم ذلك. طبعا العصابه اللي ما وراء الموضوع ده وهم سامعيني والله ما ارحم واحد فيهم. والله انا خايفه دي تكون اوهام. انا اللي بقوله كلمه موثوق منها ولا تراجع في كلامي ابدا. وارد وارد جدا تكون مراته وقع تحت تهديد حسب ما هو بيقول، ووارد برضه يكون اللي هي قالته وانا مش هقدر اقوله. حقيقي في كل الاحوال سواء اللي قاله حصل او ما حصلش، هو رافض يصدق اي فكره تجرح في مراته. عقله بيأكد انها ضحيه محتاجه مساعده وان هو المنقذ. تعاليلي تعاليلي، انا بحبك هنقذك. لما قابلتها وصلت لها منتهى حبه ده، بس هي الحقيقي كان ردها صادم. استاذ يسري، لو مجرد فرض ان مراتك لا قدر الله، ده مجرد فرض، افرض انها مش عايزه تكمل بدون ضرب، هي مش هتقدر تتطلق لان شرعنا ما فيهوش طلاق. ما عندناش طلاق، والله ما حد يقدر يعمل حاجه. الناس بتتطلق يا اخي. الشرع الدوله شيء وشرعنا شيء. الناس نفوسها بتتغير. الناس ما بنفوسها ما بتتغيرش. اللي بيتغير هو البني ادم بيكبر في السن، لكن النفوس ما بتتغيرش. افرض ان هي بطلت تحبك. ما هياش بمزاجها. انا ليا ولادي والوضع اللي انا فيه. انا مش راجل جبان ولا خسع عشان اتقبل وضع زي ده. انا شايفه ان الحل انك تكسب ولادك. ما انا عاوزهم، انا ما قلتش حاجه. هاتولي ولادي، انا عاوز عيالي. الاولاد غلابه، الاولاد الاطفال كانوا بيبكوا الدموع. والله العظيم ثلاثه وبقسم يمين ثلاثه. والله كل من ادمع دمعه من عيالي اللي هدفعه الثمن غالي قوي. هما ايه اللي يخليهم يبعدوا عن ابوهم؟ الام. مين اللي مرات؟ العصابه القذره اللي في داخل المجتمع. يا دي العصابه القذره اللي في داخل المجتمع. الراجل مصر ومتاكد من وقوع مراته تحت قهر تشكيل عصابه، منعها من اللجوء اليه. مش بس كده، ومخليها منع الاولاد عن الاحتكاك بابوهم. وارد جدا يكون السيناريو ده حقيقي، بس ايا كان انا احترمت يسري الجواهرجي ده انه مصر على الاحتفاظ بعلاقته باولاده وباقي عليهم ونفسه يرجعوا له. هناء ارجوكي اظهري واتكلمي معاه زي ما اتكلمتي معايا بالظبط، وضحي له الحقيقه، اثبتي له انك في امان. او لو محتاجه مساعده فعلا يا هناء، اياكي تخافي، واحنا وجوزك قبلنا موجودين. اما انت يا استاذ يسري يلي رافض تماما فكره ان الحب اللي بينكم ده ممكن يكون خلص، تعالى كده بقى نرجع ورا شويه وقولي مراتك وانت بتختارها، وما عنديش اي شك انها قمر طبعا، انا شفتها، انت جواهرجي وبتفهم في الالماس، بس قولي كان في فرق عمر بينكم؟ في فرق سن كبير بينكم؟ والله شوفي، الراجل مالوش سن، الراجل هو راجل مش بالسن. ما كنتش بتغير عليها؟ هي اللي تغير عليا طبعا، لكن انا مش هغيرها غير مني. بتشكك هي في قواك النفسية والعقلية؟ لا والله، ما انا اصلي بمشي برايل. دلوقتي انا قابلتها وقابلت الكبير اسمه ايه؟ كرولس. قابلت كرولس، قول ما فيش حاجة من دي وبابا عنده اوهام بس. اوهام؟ لا والله، اوهام دي ايه؟ لكن انت ما عندكش اي تاريخ نفسي.
طبعا لا، ده انا حارب العفريت، ده انا هيبقى ايديا بهد جبال، ده بالعكس صحيا ونفسيا وجسميا وكل ما تتوقعي وماديا. الله اكبر الله اكبر. اه نمسك المحل كله لانه كله خشب. هما بيتفرجوا عليك اهو، شايفينك قدامهم. اي حبايبي الحلوين، انا مستنيكوا في البيت وهفضل مستنيكوا، وترجعوا بالصحه والعافيه وبخير وسلام، وانا هفضل بابا زي ما انا بابا، ومش هتخلى ابدا عنكم حتى اخر لحظه من حياتي، وكل اللي فات انا ربنا يقدرني على ان اعوضه، وربنا يبعد عننا الشيطان اللي دخل، لان انا طبعا مش هرحمه، وانا باكد مش هرحمه. ولازم الاولاد دي ترجع لبيتها، والام اشيلها على دماغي لانها ام اولادي اولا واخرا، وهي سيده فاضله وسيده محترمه، وكلنا ممكن نقع في المحظور طبعا، ممكن الواحد وهو بيعدي الشارع ممكن عربية تخبطه، هل هو السواق اللي سايق العربية ده عاوز يخبط اللي بيعدي، أو اللي هو بيعدي عاوز يتخبط؟ طبعاً لا. قصدك إن لو كان حصل أي تجاوز منها أنت مسامحها وعايزة ترجع؟ مؤكد. بس نادر قوي الرجالة اللي ممكن تسامح على خطأ اللي أنت حكيته لي ده. نادر. ده رجل ضعيف وجبان ولا يستطيع أن يقاوم أي شيء. قالوا لي هاني الود عليه، كان افتكرني عشان ينساني. قالوا لي اهاني الود عليك ونسيك وفات قلبك وحداني. قالوا لي اهاني الود عليك ونسيك وفات قلبك وحداني. رديت وقلت تشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني. اه عشان ينساني. والله انت لسه بتحبها. وهفضل احبها الى مدى الحياه حتى الموت. هناء جوزك بيحبك، قالك بايديا هد جبال، ما تهنيش كبريائه وتشككي في قواه النفسيه. الراجل بيحب لدرجة إن قلبه حاكم ومسيطر، مش على لسانه بس، لأ على وعيه كمان. الراجل جابها لي على بلاطة كده، حتى لو هي مخطئة مذنبة أنا مسامحها أيا ما كان الغلط، وحتى لو افترضنا إن قصة العصابة أوهام، وحتى لو هو صنع الوهم ده بمزاجه زي ما بتقول انت يا هناء، فهو صنعه عشان مش قابل حد يقول عليكي غلطانة، لأن حبه خلاه يقدر يسامح. لكن احنا في مجتمع جلاد مش بيغفر، بالذات لواحدة ست. لكن هو مش راجل ضعيف ولا جبان زي ما وصف الجلادين، ولسه قلبه مفتوح. الحب نعمة ما تخسريهوش، حتى لو له عيوب كلنا لينا عيوب. هختم كلامي ليكي بآيات من الإنجيل بقولها ليكي ولنفسي ولكل الناس. لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. ملقتش أحسن من ده كلام يتقال عن الحب. هناء أرجوكي فكري، وإحنا أبوابنا مفتوحة دايماً ليكي لو حابة تردي. هطلب منكم طلب قبل الفاصل، عايزين نفعل مع بعض هاشتاج يسري بيحب هناء زي بالظبط مرجان بيحب جيهان، وعلى آخر الحلقة تكونوا أقنعتوها ترجع له. جيش المهمة عمركم ما خذلتونا، الحب تشن من أجله الحروب. فاصل. لقيت حضرتك عاملة بوست الطفل بيدور على أهله اسمه فيصل. يا رب اطلع اخويا يا رب.
ان شاء الله باذن الله بركه سيدنا النبي ولا بيته باذن الله. واحد احد يا رب يكون هو، يا رب تعترنا فيه يا رب، يكون هو من نصيبنا يا رب وابننا يا رب العالمين. قبل الفاصل شفنا واحد من أصعب أنواع الفراق، الفراق الحي، البعد المتعمد. إيه أصعب من إنك تحس إنك مش متقدر؟ ومن مين؟ من ناس أسرى قلبك. نوع تاني بقى من الفراق التوهة، حد من القريبين ليك، ابنك، بنتك، أبوك، أمك، تاهوا، مش باقي منهم غير صورة قديمة بقى بالية تلف بيها على الناس. فقد طفل كارثة في أي عيلة أياً كان السبب، الإهمال، الخطف. العيلة اللي بتفقد واحد فيها بتتمنى كل يوم يكون مات وتعرف قبره. وجع الموت ساعتها أرحم ألف مرة من الشك والحيرة وسؤال يا ترى هو عامل إيه دلوقتي. قبل أي حاجة كده نشوف إحصائيات الفقد وصلت لفين، سواء في مصر أو برا مصر. 3000 طفل مصري مفقود ضايع من أهله، وده وفقاً لآخر دراسة من مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية سنة 2017. الفقد بيكون له أسبابه، أول حاجة بتخطر على بال الأهل الخطف. حالتين خطف يومياً هو آخر رقم رسمي سمعناه سنة 2015. أسباب كتير بتقف ورا الظاهرة وبتسبب كوابيس لأهالي الأطفال دول، ومنها تجارة الأعضاء البشرية اللي فعلاً موجودة، بدليل 12 قضية لعصابات سبب تورطها. 97,000 طفل متسول بيمثلوا دليل الهدف الثاني لخطف الأطفال لاستغلالهم، وإشارات المرور تشهد سيناريوهات كتير والنتيجة واحدة، فقدان الطفل. لكن ده مش في مصر بس، 800,000 طفل مفقود سنوياً، ده رقم موجود في واحدة من أكبر دول العالم، الولايات المتحدة. لكن الرقم ده في منه 97% بيتم استعادتهم وإنقاذهم، وده بفضل شهادة الميلاد المتطورة اللي لا يمكن تسويرها، وده وفقاً للمركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين. كابوس المفقودين ظاهرة عالمية مش محلية عندنا هنا بس، لكن بتختلف طرق العلاج، وربنا يرزقنا شهادة ميلاد تقدر تحفظ لنا على أولادنا. وجع وألم كبير ما نقدرش أبداً نستهين بيهم، والأرقام قالت إن دي مش حالة ولا اتنين، دول بالألفات. عندنا 3000 طفل تقريباً هيجولي بعد 10-11 سنة يقولولي عايزين نلاقي بابا أو ماما، ويجيلي حد من أسرة يطلب تحليل دي إن إيه مع 1000 أسرة، ويا عالم بقى التحليل ساعتها هيبقى بكام. فإيدكم معايا بقى ندور على بعض مع بعض من دلوقتي. كل يوم بيوصلني على صفحتي اللي اسمها منى عراقي بالعربي وبالإنجليزي على الفيسبوك صور كتير لأطفال وكبار مفقودين وتايهين. النهاردة قررنا ما نتوقفش بس على السوشيال ميديا، ونجرب بقى نزق مع بعض، نحاول نوصل الناس بالتايهين دول. من فترة لقيت واحدة بتبعت لي باستماتة وإلحاح نفسها تلاقي أختها اللي ما شافتهاش من مدة، دي كانت في العراق ودي بقت في مصر. نحاول نوصلهم ببعض. كنا في العراق أنا والدي وإخواتي من التسعينات أو من قبل التسعينات، فإحنا نزلنا أجازة، بعد ما نزلنا بعشر أيام قامت حرب الخليج ووالدي كان هناك وتقطعت الأخبار. من كام سنة بس عرفنا إن والدي توفى، يعني قدرنا نوصل واحد صاحب والدي عن طريق الفيسبوك وكده، فسألناه قال هسأل عليه. لما سأل لقى والدي توفى ولقى لينا أخت في العراق كان عندها حوالي 8 سنين أو حاجة. المهم أنا قدرت أوصل لها وأوصل الإيميل بتاعها وأتكلم معاها وكده، هي حاليا دلوقتي عندها 11 سنة. احنا نفسنا ان احنا نشوفها. طبعا والدتها قالت ممكن تبعتوا لنا زياره ان احنا نيجي او كده. سالنا زياره تكلفها عاليه قوي، كام؟ بتعدي ال 2000 دولار. وانا واخواتي طبعا الحاله الماديه يا دوب على القد، فاحنا امنيه حياتنا ان احنا نشوفها لو حتى يوم واحد. بس ان احنا ايه نوصل لها. Thank you.
مستحيل. مش هي مع مامتها؟ اه. طيب انتوا مش شقراء صح؟ لا مش شقراء. لا هي عندها امها عراقيه وانتوا امك مصريه. اه بس اخوات. اخوات طبعا. وتقريبا هي اخر حاجه من ريحه ابونا يعني. طب هي اسمها ايه؟ رنين. رنين وعندها دلوقتي 11 سنه. في 5 ابتدائي. عارفه رنين؟ هي في العراق محافظه بابل، ده كل اللي انا عارفاه ومعايا رقم والدتها بس. ومن كده؟ اه. باباكي كان اسمه ايه؟ اسمه فتحي سليم. يعني هي اسمها رنين فتحي سليم. اه. وهي كمان نفسها تشوفك؟ اه طبعا. انا مكلماهم امبارح. قلت لها ايه؟ عرفتها ان انا هقابل حضرتك وكده وربنا ييسر يا رب. بتستنجد بينا اختها في العراق، كل املها تشوفها، هي وحيده هنا اختها هناك ملهاش حد. يا رب يجعلنا سبب في لم شملهم. ان شاء الله الرساله توصل لاختك وتيجي ونصوركم وانتوا سوا كده في كادر واحد الاثنين، وده مش هيحصل غير بفضل جيش المهمه اللي قادر يوصل الصوت للهند مش بس للعراق. الحاله دي مش الوحيده، بمناسبه عيد الحب شاركونا قصص المحبين اللي نفسهم يتقابلوا. ساعدوني، الواد ده موجود معايا ومش عارف اعمل ايه، رجاء المساعده لتوصيله لاهله. انا من بدرشين الجيزه. مدام منى، انا اسمي فريده من الاسماعيليه، وده اسم مستعار طبعا. انا نفس قصه اسلام ونفسي اعرف انا مين، ممكن تساعديني؟ استاذه منى، ده فيصل، تاه من اهله عام 2004، كان عمره 6 سنوات. حدثت مشاده بين والده ووالدته واحتدت المشاده بينهم، خاف فيصل وهرب من البيت وتاه. عثر السيده على فيصل عند مزلقان منشيه ناصر، وعند سؤال فيصل هو كان عايش فين قال انه من الفيوم لكنه غير متاكد. من بين كل القصص دي كان فيصل اللي بعت لي صورته وبيقول لي دوروا معايا على أهلي عينيا. جاري نزلنا الصورة، وزي كل مرة بننزل صورة لطفل بيدور على أهله يوصلنا ردود من أسر كتير يسألوا عن تفاصيل. لقيت حضرتك عاملة بوست الطفل بيدور على أهله اسمه فيصل. فيصل دوت مكتوب على الصفحة بتاعتك، هو حالياً عنده 17 سنة. فلما جيت بصيت في الصورة لقيته شبه أخويا، نفس الجبين ونفس الحواجب والودان والشعر ونفس التقسيمة بتاعت الجبين بتاعته ونفس الحاجب بتاع فيصل، حاجبين بتوعه زي التمانية وعنده حاجب من هنا طالع شوية، نفس فيصل ونفس ودانه ونفس شعره. أخويا وهو صغير كان عنده حوالي 4 سنين، كان بيلعب في الشارع قبل ما الشوارع تتسفلت، وقع على الأرض في زلطة هنا عورته، خد 3 غرز فثبت علامة هنا في شفايفه. فدي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تثبت لي، لو شفت فيصل ولقيت فيه العلامة تثبت لي ان هو اخويا. واتمنى ان هو فيصل يطلع اخويا. من ضمن الاسر اسرة جت بتدور على مجدي اللي تاه منهم وهو لسه بادئ يدخل مدرسة، فجأة ملقوهوش. هم حاسين ان مجدي ابنهم ده هو نفسه فيصل اللي نزل صورته عندنا، وعايزيننا نوصلهم ببعض. عيوني، بس احكولي الاول مجدي اختفى ازاي. كان معايا طفل عنده 7 سنين، كنت جاي من السفر وقال لي يا بابا اديني اشتري حلاوه. بقول له راح فين؟ قال لي راح اشتري. قلت له طب انا طالع انام. كان كويس معنا وحلو، ودينا المدرسه ورجعنا ان يفطر، ما لقيناش قدام الباب. هو فجاه كده جهزوكم خدوه كده مننا على اخوانا، يعني اختفى كده على غفله كده، ما نعرفش ما نشعرش ان هو هيروح مننا الساعه دي. طبعا دماغها شتتت، بقينا نجري جرينا على الشبكه بتاع المحافظه، قفلناها اللي بتاع التراب بتاع البرمانيه. فاتصلوا بينا قالوا انتوا احنا قافلين لكم الشبكه بقالنا اسبوع، ده الطفل ده هو بيجيب في يوم.
ده مش في المية. انت خفت يكون وقع في المية؟ احنا فكرنا كده ان هو حد لز وراح مع عيال الخدوم من العيال اللي هم ايه اللي تعال نبص نتفرج مثلا على كذا حد يعني لقى في دماغه. كان عنده 7 سنين؟ كان عنده 7 سنين. قفلتوا الهويس؟ قفلنا الهويس مفيش اسبوع. فبتوع الشبكة راح اتصلوا بيا قالوا احنا قفلناها لك بقالنا اسبوع او 10 ايام. ده الطفل الصغير بيجيب في يوم، الرجل الكبير بيجيب في 3 ايام. قالوا لا ده مش في المية. ابنهم صحيح ما طلعش في هويس الصرف، ويمكن ده فرحهم وقتها فرحة عظيمة بس لحظية، لكن الحقيقة ان ابنهم تاه في هويس الكون. تفتكروا الأسرة دي بقالها 10 سنين عايشين ازاي؟ تعبان نفسيا لانه متعبان في البيت عشانه ليل ونهار، عياط تصلى عياط، تقف في البلكونة في عز النطرة كأن الواد تحت البلكونة بينادم عليها يقول لها ام قفلي على السلم زي ما بقفلك، وتتشالق وتعيط وتخلي البيت كله يعيط عليها، الجيران اللي ماشية بتعيط معاها، ربنا يصبرك ربنا مش عارف ايه، كل واحد بكلمة. ولا مجد ده كان روحي يعني كان عمري ما زعلته، وكان حنين عليا، حتى لما زعل انا وبابا كان يحس بيا ويزعل عليا ويعيط عليا. وبتمنى من ربنا يعني بترجى من الله اني يرجعه لي بالسلامه. سالم غانم بخاف عشان اموت ما اشوفوش. طلب من ربنا ان انا اشوفه قبل ما اموت، حتى اخواته يشوفوه معايا. مش عارف اقول ايه. فاتت كتير اعياد عليا، اللي هو مثلا العيد الصغير كلها لابس ابيض وراح على الاتصال، ابص للعيال كده حزين عليه وببكي عليه من البلكونه، بقى شايفاه من البلكونه كل لابس ابيض راح يصلي، وكل عيل واخده باباه وراح يصلي بيه بالهدوم البيضه بتاعته. افتكره اقول يا حبيبي يا ابني بتمنى اشوف، بتمنى اشوف، افتكره اقول يا حبيبي يا ابني. حتى المولد اللي جه قريب ده كل لابس ابيض وحاطين عجال على راسهم، ونسبة المولد برضه حزين على ابني مش شايفاه قدامي. انت عندك عروسه اهو بسم الله ما شاء الله، واخوها هما كانوا كلهم صغيرين كبروا ما شاء الله، فين اتجوز وجوز؟ انا مش مرتاحين نفسيا. الموت والدفن رحمه طبعا، بيريح الانسان يعني لما تعرفي بعد عنك مكان الواحد تعرفي تطمن وترتاحي، لكن واحد تاني مش عارفين طريقه فين، مش عارفين اراضيه فين، احساس ان هو عايش بس مش عارفه يعني مش عارفه اوصل له. تفضلي طول الوقت مش عارفه هو عامل ايه. ايوه افكر كده اقول يا ترى يا ابني عايش في الشارع، ربنا رزقك بناس حلوه بتعطف عليك بتوكلك وتشربك يدوك مصاريفك بيلبسوك زي ما كنت بعمل لك. اختي ياسمين دي احس ما كانتش مبسوطه في الفرح زي اي عروسه، تبقى فرحانه بلبس في الصلاه بتاعها عشان كانت بتحب اخوها قوي يعني مجدي. مفيش حاجه كامله من غيره، الموت ويقينه رحمه، حزنك اللي بتعيشه على موت حد من اهلك نعمه، البكا على قبور الأحبة وتفريغ طاقة الحزن بيداوي، لأن حتى لو الوجع ده مزق روحك كده من جوه بس بيديك فرصة لبداية جديدة. مش هتنساهم لكن على الأقل عرفت عنوانهم، زورهم وبالوقت هتقدر تروح شغلك وتمارس حياتك. وجع الموت بالوقت يقل، بس وجع المفقود بالوقت يزيد، من منتهى الوجع لمنتهى الأمل. كلمنا فيصل أو مجدي، عرفنا إنه في مكان شغله أخدتهم وطلعنا عليه. بإذن الله واحد أحد يا رب يكون هو، يا رب تعترنا فيه، يا رب يكون هو من نصيبنا يا رب وابننا يا رب العالمين. يا رب اطلع اخويا يا رب ان شاء الله باذن الله بركه سيدنا النبي ولا بيته.
كل زي يا رب العالمين. أنا بدور على فيصل. طلعت انت شعرك ده لونه؟ لا انا كنت صغير، حصل كده من والدي ووالدتي مشاجره، اتخانقوا مع بعض فنزلت وسبت البيت. مش فاكر اي حاجه من وانت صغير؟ لا. عملت ايه بعد ما تهت؟ يعني وصلت فين؟ لقيت مين؟ طلعت بره على الشارع في واحد لقاني، خدني ركبني مش فاكر مترو ولا قطر، وداني اسم الازبكيه. من اسم الازبكيه حولوني هنا لدار هنا جمعية التربية الإسلامية شارع اللي هو فاطين. عندك جرح هنا؟ لا، في جرح عندك في وشك اهو، ولا انت مش فاكر؟ لا بقى ايه؟ مفيش حاجة. في ممكن يكون خربوش، في اثار جرح اهو في وشك، ممكن يكون مطرح العلاج. في ناس معانا شاكين ان انت ابنهم. هما مش هما خلاص. ماشي. اتخرجت من درس قبل كده؟ كنت في مدرسة ايه؟ مدرسة شبرا الرداوي العادي الجديد. لا، هو انت كنت رحت معايا المنيا؟ المنيا؟ وانت صغير؟ رحتش مدرسة المنيا؟ رحتش ابو قرباص ابدا؟ كنتش معايا العربية من قرباص؟ ابوك؟ طب اسمك الحقيقي ايه؟ اسمي فيصل. اسمي؟ اسمك مجدي؟ لا مش شو. لا مش شو. شو عشان؟ مش المناخير ومش شو. مش ربنا بيسبب الأسباب يا ابني، بإذن الله يمكن ربنا يردك لأهلك، وإحنا يمكن ربنا يرزقنا باللي يجيب لنا ابننا بإذن الله. حبيبي قلنا لو ما طلعش هو، ان شاء الله ربنا يجعلنا سبب ان انت تلاقي اهلك، وانت ربنا يجعلك سبب ان احنا ايه نلاقي اهلك. يرجع تاني. خلاص ما تعيطيش بقى، ما تعيطيش. مش اول مره اشوف دموع النهره دي، مش حزن، لا نهره بتطلع من انفطار القلب كده، خيبه امل كبيره. المواصفات ما طلعتش موجوده بالرغم من كل محاولاتهم ومحاولاتي لإقناع نفسي وإقناع فيصل إن الخربوش هو الجرح أو غرز اللي بتتكلم عليها فاطمة. لكن زي ما قالت الأم الجميلة، ربنا يردك لأهلك، وإن هي حاسة إن هيرد لها ابنها برضو. وما تعتبوش عليها في أملها المفرط ده، أملها ده هو اللي معيشها. بوستها وحضنها لفيصل كانوا زي كده نقطة على لسان عطشان، كأنها حضنت مجدي بالظبط، من منتهى الأمل والفرحة لمنتهى قلة الحيلة والحزن. أنا مش بحب أحضر لحظات طفي الأمل دي، وجع. وأهل مجدي مش لوحدهم. بعد الفاصل، ميرفت ندمانة على ضياع أختها، دورت عليها وشكة إنها لقيتها. فاصل ومحاولة جديدة لوصل بين الأحبة. في حاجات ما ينفعش تقوليها. دورنا عليهم وقعدنا ندور وبحثنا كتير، ولحد دلوقتي بدور. أنا مش لاقي. بصور عشان جيران اسمي بس. بنت ولد مشوا، قلتلها ده في بنت جنبينا متجوزة ومخلفة ومش لاقية أهلها بقالها 20 سنة. أنا عايزة أختي، أنا عايزاها باسمي. أنا عايزة أعمل تحليل، أنا عايزة أعمل تحليل.
جاوبنا على سؤال، هو مجدي ولا فيصل؟ ونتمنى فيصل يلاقي أهله وأم مجدي تلاقي مجدي. بس لسه محتاجين نجاوب على فزورة اسمها نصرة ومنى. قصة عمرها 22 سنة كلهم ندم ووجع، عدت بمراحل من الاستسلام اللي بيجي بعده طفرات أمل، بيتخللها خيبات. فاهمين حاجة؟ مش مهم، احنا نسمع القصة من أبطالها. كنا 6 أولاد والأب توفى، أهالينا خدونا وودونا الصعيد. خدني أنا كبيرة عندي 11 سنة وثلاثة معايا صغيرين وبنت وولد فضلوا مع والدتهم. تعبنا، فخدت إخواتي وهرب على أساس إن أنا أروح لوالدتي. كان عندك كم سنة؟ كان عندي 15 سنة. هو توفى؟ آه. وهي؟ جوزت، شافت حياتها. فإحنا ما كناش من الحزبة، فجينا كمفاجأة ليها يعني. جينا كان عيش معاها، حياتنا اتلخبطت وحياتها اتلخبطت، بنت ولد مشوا. اللي جايين معاكي ولا اللي كانوا معاها؟ لا، اللي كانوا معاها واحد مشي، واللي كانوا معايا واحدة مشيت. دورنا عليهم وقعدنا ندور وبحثنا كتير، ولحد دلوقتي بدور. أنا بشوف بقى مراتي وبحس بمراتي بالليل، لما بتشوف موقف في التلفزيون، بتشوف حاجة، بتبكي، بتتعب. فكنت بحاول اساعدها، ما فيش امكانيات ان انا اساعدها في حاجه او ان انا اوصل لحاجه يعني. قصه معاده جدا، الاب مات، الام اتجوزت، العيال اتشتتوا، بنت اسمها نصره واخوها احمد هربوا، مشيوا سابوا البيت. ميرفت ما قدرتش تعيش وسايبه اخواتها ضايعين كده. رحله من البحث تابعناها معاها خطوه بخطوه، من عينيها اللي بتدور على اجابات لايدين شايله صور باليه وبتسألش غير على سؤال واحد بس، تعرف دول والنبي؟ قالت لها ده في بنت جنبينا متجوزة ومخلفة ومش لاقية أهلها بقالها 20 سنة. اتصلت بها: يا ميرفت تعالي، أنا تقريبا لقيت أختك. يا شاء اللطيف، يجي لها خبر إن بنت في نفس العمر وبنفس المواصفات كانت في الفيوم وجات في دار للأيتام، كبرت، اتجوزت، بتدور على أهلها. الجميل بقى إنها طلعت جارة ميرفت ومتجوزة وساكنة جنبها. أنا نفسي أشوف اللقاء ده. Thank you.
فطبعا دخلت طلعت وانا داخله انا صغيره ما افتكركيش. فسلمت عليها انت مش فاكراني؟ قلت لها لا. رحنا لقينا البنت نفس العلامات، نفس الحرقات اللسع اللي امها كانت بتلسعه لها، نفس الوحمه اللي في جسمها، هي البنت. فجت طلعت لي بقى الخراج اللي هنا وخراج في راسي، قالت لي الخراج ده انا اللي فاضيه لك وانت صغيره، وبصت في شعري وقالت لي على علامه في جسمي. احساس طبعا حسيت ان هي قريبه مني، وغير ان هي لما حضنتني وسلمت عليا يعني حسيت ان هي يعني حد قريب مني، او وهي قاعده تعيط وانا قاعده اعيط. لقاء عظيم، كنا محظوظين جدا ان احنا نصوره ونرصده. طبعا طلع ورا قصة منى وجع اكبر من وجع ميرفت اللي كانت بتدور عليها. اخدتها ست فضلت تعذب فيها لحد ما هربت منها. فضلت معاها بس قعدت فترة ما تنزلنيش من البيت، ممنوع ان انت تبص من الشباك، كانت لما تيجي تنزل تروح قافلة عليا في الحمام، لو عايزة اطلع ولا حاجة كنت بصوت عشان الجيران تسمع حسي. في السبع سنين دول ما ودتكيش مدرسة أي حاجة؟ كانت لو مثلا لو كنت غلطت معاها ما كانتش تضرب مثلا كده بالإيد أو تشخط، لا هي تضرب بسكينة، هي تضرب بشاكوش في إيديها. يعني هي ضربتني مرة بشاكوش على راسي فتحت لي راسي. فطبعا أنا مع الوقت ما مش بنتي خالص، يعني أنت البنت يعني بنتي بعملها بطريقة كويسة، لكن بنتي أعملها بطريقة يعني أسوأ لا. بس فما من طريق المعاملة بقى رحت سبتها ومشيت. هي تضرب بالسكينة، هي تضرب بشخوش في ايديها، هي ضربتني مرة بشخوش على راسي فتحت راسي. كنت بصور عشان الجيران تسمع حسي. يعني لو حد مثلا عزيز عليكي مش هتعرضيه للخطر. من ربع المستحيلات ان انت تعرضي بنتك للخطر. المعاملة وحشة. خلص الحمد لله كل العذاب ده، واتجوزتي ولقيتي اختك والف حمد. القصه قفلت بنهايه سعيده، وسعيده اكتر انكم ما طلبتوش تعملوا تحليل دي ان ايه. عاقلين عاقلين والله. بس ايه اللي يثبت لي انها هي؟ التحليل. فانا ما بيديش ان انا اعمل تحليل. انا عايزه اسالك سؤال يا ميرفت، انت اسمي التحليل ليه؟ عشان اشوف هي اختي ولا لا. انا عندي امل ان انا الاقيها اختي. ما تعتبري التحليل طلع واعتبريها اختي. ازاي؟ طب هرجعها باسمها ازاي؟ الورق يفرق في ايه؟ لا يفرق كتير. ايه؟ يفرق ان هي بقى لها اهل، ليها اهل، ان هي مش مجهوله النسب. انا عايزه اختي، انا عايزاها باسمي، انا مش عايزاها كواحده جارتي ولا واحده صاحبتي، لا انا عايزه اختي اللي ضاعت مني الاقيها، وعايزه اخويا. انتوا مفيش بينكوا علاقه قويه؟ لا احنا لسه عارفين بعض من اسبوع. قصدي لو انتوا علاقتكم كويسه ببعض وانتوا حاسين ان انتوا قريبين من بعض زي الصحاب كده، ما الصحاب ما بيقولش لهم؟ يبقى الصحاب حاجه والاخوات حاجه. الصحاب حاجه والاخوات حاجه تانيه. الورق مش هو اللي بيعمل الأخوة، يعني مش الورق بس إثبات النسب. انت مجهولة النسب. انا عايزة اعمل التحليل عشان اثبت يعني لو فعلا اهلي، عشان بس كمان خاطر عيالي وعشان جوزي واهلي جوزي كده. انا مش عايزة اي حاجة غير التحليل. هو انا اكيد متأكدة ان هما، بس انا عشان انا اهلي جوز صعيدة ف لازم. انا عايزه اثبات، يثبت ان دي اخويا ودي اختي، اخواتي اخواتي من لحمي. عشان الكلام ايه اهلك؟ اه ماشي اهلك، ايه اللي يثبت؟ ما فيش حاجه تثبت. لو طلعوا مش اهلك ده ليه؟
الموضوع بتاع التحليل ده أنا ياما عانيت منه، قسيت من نتايجه. أنا شخصياً ياما شفت خيبات أمل من نتائج التحليل ده. فاكرة يا ميرفت حزن ال 22 سنة اللي فاتوا؟ أهو دول كلهم كوم، وحزن ال 22 ثانية بتاعت خيبة الأمل ده كوم تاني خالص. بلاش بلاش التحليل ده يا ميرفت، بلاش يا نصرة. أنا هسيب الرأي في الموضوع ده للجمهور، الناس بقى هي اللي تقول رأيها. يا ناس لو شايفين زيي إنهم ما يعملوش التحليل، وإن الأخوة الحقيقية هي الإخوات اللي بنختارهم يكونوا إخواتنا مش اللي بيتفرضوا علينا بالدم دول، اقنعوهم ما يعملوش التحليل، هيجازفوا هيخسروا بعض. لكن لو شايفين زيهم إن التحليل مهم ساعدوهم بقى. مهمة النهاردة حاولنا نحقق فيها الأحلام من يسري وحلم العصابة المجهولة اللي برق بيها مراته، لأحلام إن مجدي في الفيوم، لميرفت بالتحليل اللي رافضة تصدق قلبها بس، ومن الأحلام للواقع. أنتم رجالة صحيح، بس هنوريكم اللي بنات حققوه في الواقع مش في الأحلام. الله، الوطن، تحقيق الأهداف هو المهم. تعملي فطير زي ما بتقولي لازم اعمل اه ده انا نفسي اعمل فطير وحاجات بتطير. بقول لها ده انا مامتي حلاقه ووريتها فيديو فجاه لقيتها برقت وعملت كده. مش لاقي شغل؟ عايزه تشتغلي؟ اه عايزه اشتغل. 2000 جنيه تقريبا. المهم ايه ده تيجي تشتغل هنا كاشيره. تصوير بنات وولاد بس اللي هو ايه اكثر قاعده في ناجي حمادي. انا نفسي في كل محافظه يبقى فيه جازي. بعمل مشغولات اللي هي الخرزي. خايفه من الحسد؟ الله اكبر. الله ده انت كسبتي بقى. لا فوق. الحمد لله. 2000 فوق. 3 خليني معاكي. لا ايه ده 50000. ادفوا بقى الكاميرات احنا هنشتغل بتوع الشير كلنا. طب انت شغاله ايه؟ اقول لهم حلاقه.